أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهلنا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا جابر ويكافي ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وسعد لتوجينا بها من الاول والاخر وتقض لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وتغفرنا بها انك احسن الدرجات وتبلغنا بها قصورات من جميع الخيرات في الحياه وبعد مماتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك رضواك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا بلادنا التي فيها معاشنا واصلح لنا الارض التي فيها معابنا واجعل الحياه سهله لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم جعلنا في ناسنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وعلى آل المستجابين وأعمالنا أعمال الصالحين وتعبدنا تعبد الوالدين ونيتنا نية المخلصين وعلى الأعمال المؤمنين أموال المتصدقين وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين وعلمنا علما الحق وحياتنا حياة العلماء موتنا موت الشهداء لخلاجة الأبرار نبينا والمرسلون عليه الصلاة والسلام والصديقون وشهداء الله يقسموا بنا عذاب النار ولا تجعل في النار من المشركين والكافرين والمؤمنين والمسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البأس والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وظهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر يا لئن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا اللهم ارزق اخواننا من الحجاج حدا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتواشر عملنا وعشائنا وعملنا في هذا الشهر المبارك شهر ذي القعدين السميع العليم. وتب علينا يا من لا نملك ولا في اسباب ولا مجاهدنا فيها سبيل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله
اللهم منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا